رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بأسوان. رئيس الوزراء يوجه الشكر لكافة الأطقم الطبية بجميع أنحاء مصر على جهودهم في مواجهة كورونا. وزير الإسكان يعلن استمرار تنفيذ أعمال الطرق بعدد من مناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم المشروعات التنموية والخدمية الجارية تنفيذها بمحافظة أسوان، كما تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حالياً استعداداً لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات، وهناك اهتمام كبير بتوفير خدمة صحية متميزة لمواطني المحافظات المختلفة. وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان، حيث وافق رئيس الوزراء على تدبير مبلغ 250 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية. كما تجول الدكتور مصطفى مدبولي بمتحف النوبة اليوم وتفقد محور بديل خزان أسوان، حيث شدد على أهمية المحاور التي يتم تنفيذها على النيل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ عام 2014 حققت طفرة في هذا الملف. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جزيل الشكر والتقدير والاحترام لكافة الأطقم الطبية في جميع أنحاء مصر الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين والمرضى بفيروس كورونا بكل همة وضمير وكفاح، متمنيا لهم دوام التوفيق. وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال الكلمة التي كتبها رئيس مجلس الوزراء في كشف الزيارات أثناء تفقده لمستشفى أسوان التخصصي في إطار زيارته لمحافظة أسوان. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأنه جاري تنفيذ أعمال الطرق بعدد من مناطق أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وتشمل الحي 15 إسكان اجتماعي والطريق الفاصل بين الأحياء الجديدة المؤدية إلى الحي 31 والطريق الغربي مركز المدينة أبو حماد، والذي يربط مناطق الإسكان الاجتماعي بالأحياء الجديدة بما فيها أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 31 والحي 11. وأشار وزير الإسكان أن نسبة الإنجاز بمشروع الطريق الفاصل بين الأحياء الجديدة المؤدية إلى الحي 31 بلغت نحو 80%، مؤكداً على الالتزام والانتهاء من توصيل المرافق بالحي وكذلك الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر، وذلك بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يحفز المصانع على رفع قدراتها الانتاجية تماشيا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية. وأوضح وزير المالية أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدود الدخل سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة.